جل الصبار الطبيعي أفضل بديل لإبر النظارة وكريمات العناية بالبشرة. اليوم بنسوي مرطب جل الصبار للشعر والبشرة وبنتكلم عن فوائده. أول شيء ناخذ ورقتين من الصبار، من نقص الصبار بتطلع منه مادة صفراء، نتريا 10 دقائق لما تطلع هذه المادة وعقب نستخدمه. بعدها نقشر الصبار وناخذ الجل اللي بداخله. هذا الجل يحتوي على أحماض أمينية مثل الجلوتامين اللي يجدد الخلايا ويحفز إنتاج الكولاجين. ووايد دراسات أثبتت أن جل الصبار يعطي نظارة للبشرة ومفيد للتخلص من حب الشباب وآثار الحبوب والحفر، ويساعد في توحيد لون البشرة لأنه يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة قوية. الطريقة ناخذ 4 ملاعق من جل الصبار ونضيف عليهم 4 ملاعق من زيت جوز الهند العضوي، بعدها نخلطهم في الخلاط ونستخدمه يوميا كمرطب للبشرة.